نظمت نقابة الصحفيين يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى مرور 100 يوم على العدوان الإسرائيلي. يأتي ذلك تحت عنوان 100 يوم من العدوان، أوقف الحرب، حاكم مجرمي الحرب، حيث أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أن الوقفة التضامنية تأتي لرصد حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين ولدعم الجهود الدولية وعلى رأسها دولة جنوب إفريقيا، والتي غيرت الموقف من القضية الفلسطينية على الساحة الدولية. النهارده يوم لإحياء 100 يوم من على جريمة الإبادة اللي بترتكب بحق الشعب الفلسطيني. النهارده هيبقى في أكتر من فعالية، منها جزء فعالية لتكريم الصحفيين الشهداء، وكلمة من نقابة الصحفيين حوالين الصحفيين الشهداء. احنا عندنا أكثر من 107 صحفي وعامل في مجال الإعلام استشهدوا خلال الحرب، وفي جريمة ربما هي الأكبر في تاريخ الإعلام في العالم. كمان عندنا كلام عن كيفية دعم جهود المحاكمات الدولية اللي هي بحق مجرمي الحرب الصهاينة بشكل ومعاونيهم. يعني موقف شديد الاحترام قدمته نقابة الصحفيين المصريين، وهذا الموقف هو الموقف المتماهي مع المواطن المصري، مع رجل الشارع، مع مصر الرسمية الكبيرة المساندة دوما لحقوق الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، والمنصفة أيضا لدماء عشرات الآلاف من الشهداء الذين قضوا وهم صامدون على أرضهم في فلسطين.